كلنا عارفين برضو أن التنمية وزيادة الاستثمار في مجال السياحة من أهم الملفات اللي بيناقشها الحوار الوطني. خلينا نتابع لقاء عقد مع أماني إيميل أمين سر لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب. أهم النقاط التركيز عليها كيفية الجلب السياحي لمصر كلها، وبالتالي إحنا الوصول إلى المستهدف 30 مليون سائح ما يقابله 30 مليار جنيه. والحقيقة كان كل النقاشات منصبة على إن إحنا كيفية إن إحنا نزود عدد الغرف الفندقية علشان نوصل إلى المستهدف، لأنه طبعاً 30 مليون سائح إحنا لغاية دلوقتي وصلنا ل 15 مليون سائح، ودي طفرة. إحنا السنة اللي فاتت كنا وصلنا ل 11.8 في 22، حتى هذه اللحظة إحنا واصلين ل 15 مليون، فإحنا عندنا طفرة، وده طبعاً بمجهودات الوزارة ومجهودات الترويج والتنشيط، انه اشتغلوا على قدم وساق عشان نخرج من الكبوه اللي كنا فيها، اللي هي وقت كورونا وكان التوقف حاجه اجتاحت العالم كله، فحصل توقف شديد للسياحه، فاحنا خرجنا للطفره الكبيره دي، واحنا ال 15 مليون، وبعد كده احنا محتاجين بقى غرف فندقيه مضاعفة للعدد اللي عندنا عشان نوصل ل 30 مليون سائح. فتح مجال الطيران، تدعيم الطيران بطيارات إضافية، فتح كمان خطوط أخرى للطيران لدول تانية ما كانتش بتيجي عندنا، لكن نفتح ليها مجال جوي آخر علشان أستجلبها مرة تانية تيجي عندنا مصر.